هاي أدهم. هاي أبو، كيفك؟ منيح، كيفك أنت؟ تمام. صافا؟ تمام. نحن بالبيت عندك، يا ريت بتخبرنا شوي عن المعرض. أكيد، يلا إذا بدك تعرف yeah. فوت لجوا بخبرك عن لوحات كمان. أوكي. نحن بالجنينة. أيوة. بين الجايتاوي، بالأشرفية الجايتاوي. نعم. هيدي الجنينة. هيدي الجنينة وقت الانفجار أكثر شيء تضررت، تكسرت كلها، في صور لإلك وقعت الخيمة و... نايس. كيف تكسرت الأشياء. حبيت الجنينه عندك. بدنا نشرب قهوه هلا. هلا سوري، الكهرباء مقطوعه بسبب التقنين اللي عم ينعمل، فرح نقشع شوي على العتم عنبر الاشياء الرسمه. اوكي. اوكي، هو الكونسبت تبع المعرض عنبر اسمه. بلش اذا بدك تعفوت لجوا بقول له اكثر. اوكي. ب 21 حزيران سنة الماضي تبنيت الكلب تبعي جودو. تبنيته، كنت قاطع بمرحلة احباط ويأس بسبب كل الظروف اللي موجودة بلبنان. قضيت معه شهر، كنت عم بتمشى كل يوم انا وياه، اخذه اتمشى بمرخيل جميزة كل منطقة هون. وبوقتها كنت حاسس انه بيروت ما بتصبر تكون الا حمام للكلب تبعي. وبأربعة أنا عم بتمشى أنا وياه بحد مستشفى الروم. أوكي. الساعة 6 تقريباً طلع الانفجار. إيه. بهاللحظة اللي طلع فيها الانفجار عملت فريز بأرضي، مثل ما هون اللوحة. أيه. أوكي. فعملت فريز بأرضي، أنا الريفلكس تبعي وقت الصدمات منه كتير سريع. فعملت فريز، جمدت بأرضي. وبهاللحظة فرت مني الكلب وصار يركض. أوكي. لما ركض عملت ردة فعل وراه وصرت أركض وراه. وصار يركض يركض وأنا عم بركض وراه، خفت إنه يضيع، إنه كنت لي شهر متبني. فضل راكض، ضاع مني، فكرته ضاع. وفي مشهد ما بنساه، إنه أنا مفوكس على الكلب تبعي عم بركض وراه وهو ضاع، اختفى يعني. أوكي. وصلت على البيت لقيته هون قدام الجنينة. كان صح، اجى على الجنينة. فبذكر شيء ضلني بتذكره، انه هو عم يركض وانا عم بركض وراه، والمدينة عم تركض بعكسي، شبابيك طايرة، بواب طايرة، على الارض عم بتصرخ. اختفى، وقيت راكض على البيت، وصلت لقيته بالجنينة برا، كان كل الجنينة برا مكسرة. حسيت هيك بأمان إنه لقيت جودو، رجع جودو على البيت. حطيته لجوا، شفت كانت الأشياء المكسرة هون، الشباب، الإزاز عندي، الأغراض اللي تكسرت جوا، حطيته بالبيت. وظهرت أشوف شو صاير، مثل ما الكل كانوا عم يظهروا يشوفوا شو عم بيصير. كان المشهد كتير بشع ببيروت، أكيد بكل شوارع بيروت بهذا الوقت يلي هلا طلعت عم في كهرباء ما بيبينوا كثير، بس طبعا نحن منكفي بسيطه. فهذا بدل على المدينه اللي نحن عايشين فيها، قديش ابسط شروط الحياه مش موجوده فيها. فانا عم بتمشى على الطريق اشوف شو صاير. بنتبه لقيت شوية ورود بلاستيك على الأرض هون، بالأشرفية كتير بحطوا ورود بلاستيك. نعم. على الملاكين. لقيت شوية ورود بلاستيك طاروا على الملاكين على الأرض. فانعزلت عن المشهد العام، صرت عم لملم هول ورود البلاستيك اللي هم موجودين جوا. انعزلت عن المشهد العام، صرت عم لملم هول ورود البلاستيك اللي كانوا طايرين عن الملاكين وموجودين على الأرض. فصرت أبرم من شارع لشارع نبش عليهم. جبتهم على البيت، وبعد جمعة بلشت بكونسبت عنبر. عنبر هو حجرة بحرية ما لها ريحة وما لها طعمة إلا إذا احترقت أو انسحقت، بس نطحنها أو نحرقها بتطلع ريحة كتير حلوة منها، اللي هي ريحة العنبر. تماما مثل بيروت، يعني بيروت بالنسبة لي هي صخرة فوق المي، ما كان عندها ريحة إلا لما احترقت وعيت فينا كلنا سوا، صار كلنا عنا انتماء لبيروت. مثل هول ورود البلاستيك لما طاروا عن البلاكين، صار عندهم ريحة الحدث ومعنى الحدث. مثل الصدمة رجعت حطيتهم كأنك علقتهم على البلاكين. صح؟ صح. مثل الصدمة لما شخص يتعرض لصدمة، هي الصدمة فيها تضل حجرة عنبر بحجرة بجواته، بتصير مثل فوسيل يعني هيك. صح، لحد ما يقرر انه يتخطى هيدي الصدمة ويحول صدمته لإبداع، وهون بكون قدر يحول هي الصدمة لعنبر شيء تاني. من هونيك بلش كونسبت عنبر، وبلشت أرسم بالنسبة لي الرسم كان هيلينج بهيدي المرحلة. وجودو كان هو البطل تبع هذا المعرض، يلي كان كل وقت عم بهز ذنبه ويتمشى حوالي وعم بكب. وينو هلا جودو؟ كنا صورنا كبير يعني ما عم كون كل الوقت هون بالبيت، عم بنزل وارجع اطلع على الجبل عند امي، فتركته بالبروت فوق، حرام هون شوب لاله.
فاليوم منه هون معنا يحو الصورة هون بيان خواجة كتير عتم بالحقيقة ومنه هون خواجة بالحقيقة هو هايبر أكتر بس هالمرحلة كان بعده فيها تأثير الصدمة عليه كبير كل اللي بيشوفوا هيدي الصورة بيقولوا لي إنه كتير قابط حلو جد جودو يعني عادةً بيعرفوه إنه مهروق أكتر من هيك فبلشت أرسم جودو هو البطل الأساسي بكل اللوحة تبعي وبالنسبة لي هذا الفن يلي عمل لي هيلينج من الصدمة اللي أنا عشتها حتى جودو عايش صدمة لهيك انا بلاقي انه كيف ممكن بتسأل حالي بمرحلة انه كيف ممكن تشفي كلبك من صدمة عايشة لقيت انه كلابنا هي مثلنا يعني بتشبهنا بمحلات كثيرة يعني لما تشفى نحنا بتشفى معنا ولما نحنا نكون بحالة مضطربة هي رح تكون كمان بحالة مضطربة فلقيت حالي لما انا عم بشفي حالي من هالصدمة كان جودو كمان عم يشفى معي جريت حتى بمرحلة بنينا بسين بعد شهر وقلت بنينا أنا وجودو بنينا بسين بس قد ما هو ورش جودو وقع سله من خشب عليه وموته فرجع فتنا بلعبة الذنب من أول وجديد أنا وجودو يعني حتى جودو كان بمحلات عنده مشاعر ذنب تجاه الشيء اللي صار فدخل لبسين أنكيده معنا باللوحات هيك معنا بالتأليف لا اي متى مستمر المعرض لاربعه انا اخترت رمزيته انه يكون من 21 حزيران يوم اللي تبنيت فيه جدور لاربعه اللي هو اليوم اللي صارت فيه الصدمه حتى الناس بدي اياها تفوت على بيتي بالوقت اللي فات فيه جدور على بيتي وبدي انه نترك انه يخلص هذا المعرض بالوقت اللي صارت فيه الصدمه ويكون عن جد المعرض حقق يمكن غايته بانه هالسنه على هالانفجار يكون قدر يعبر عن هالهيلينج ذاتية وإن شاء الله تكون كمان قدر يساعد كثير أشخاص بأنه لأنه الفن دائماً كمان مش بس بيشفينا بيعمل شفاء ذاتي وشفاء اجتماعي بالوقت ذاته واللوكيشن بجعتاوي بين الكامب الأبيض بوجه البنك اللبناني الفرنسي دغري المبنى الرابع الطابق الأرضي أوكي أدهم دمشقي ميرسي شكرا أجوك شكرا لك شكرا صديقي